ثلث اللون. اليوم حنا متواجدين بولاية باتنا التاريخية، ولاية باتنا الثورية، عاصمة الأوراس وعاصمة التضحيات من أجل الاستقلال، للرمزية وللدلالات التاريخية اللي تحملها هذه الولاية في تاريخنا المعاصر. اخترنا أنه تكون خرجتنا الميدانية للجدارية المخلدة للشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف في ولاية باتنا، وأيضا أمام النسب التذكاري لأب الثورة التحريرية وأحد مؤسسي النضال من أجل التحرر مصطفى بن بولعيد. هذا التذكير لكي نقول بأنه اليوم حنا ما زلنا متشبتين بقيم التحرر وبقيم ثورتنا المجيدة، وما زلنا على وعد نوفمبر أوفياء، وما زلنا لوعد نوفمبر أوفياء حتى تأسيس الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية كما ناضلوا من أجلها وكما ضحوا بالنفس والنفيس من أجلها. في إطار هذه الحملة الانتخابية نحن نحمل مشروع رئاسي يضع في وسط الالتزامات إعادة الاعتبار لتاريخنا المجيد و ترانسميسيون تاعو لكل الأجيال خاصة الأجيال الحالية، وهذا واجب يجب أن تلتزم به الدولة وتلتزم به المؤسسات التعليمية والتربوية. تاريخنا العظيم، تاريخنا المجيد الذي يستلهم كل الأمم وكل الشعوب التواقة للحرية، يجب أن نعلمه للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، ويجب أن يستلهم كل نضالاتنا المستقبلية للدفاع عن وطننا، عن وحدته الوطنية، عن تناغمه وانسجامه الاجتماعي. يجب أن نقتدي بتضحيات الجسام المقدمة من أجل انتزاع الاستقلال الوطني، لنبني الدولة الديمقراطية على أسس السيادة الشعبية والمشاركة الشعبية كما كانت إبان الثورة التحريرية، أين التف الشعب الجزائري برمته حول المشروع التحرري. نحن نحمل مشروع لتأسيس غد جديد، غد أفضل، يبنى حول هذه المبادئ الأساسية والمؤسسة لدولتنا ولحضارتنا التي تضرب في أعماق التاريخ. اليوم جينا لولاية باتنا باش ناشد مواطني هذه المنطقة العريقة ليساندونا ويدعموا برنامج رؤية للغد للنهوض بالجزائر في كل الميادين، ولتحصين هذا البلد من كل المخاطر التي تحدق به حاليا. ونحن نعرف ناس باتنا الأحرار، ونحن نعرف قيم ناس الشاوية الأحرار. نحن كلنا أمل بأننا سوف نجد عندهم آذان صاغية، وسوف يجد برنامج رؤية للغد كل الدعم وكل السند من أجل تكريسه وتجسيده على أرض الواقع. رحم الله الشهداء، دامت الجزائر سيدة مستقلة وديمقراطية، وشكرا لكم.